تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. مرتضى منصور ما خلصوش العيد يعدي الا لما يطلع يعيد على بعض الشخصيات. اتكلم في 4 مواضيع. الموضوع الاول كان كهربا، قال انه هيحجز على كهربا واموال كهربا في النادي الاهلي، مش كهربا وبس، لا ده كمان هيحجز على اخت كهربا، اموال اخت كهربا وابو كهربا وام كهربا. هو اللي قال الكلام ده، انا معرفش ايه دخل اخته وامه وابوه في الحجز على امواله هو، ولكن ماشي. واتكلم كمان على امام عاشور، وان امام عاشور يعني الناس اللي بتقول له يا امام يا عاشور ما تروحش النادي الاهلي، لا ده نادي الزمالك خير امام عاشور، وامام عاشور بكى امام الكاميرات، وامام عاشور هو اللي فضل ان هو يطلع بره، ونادي الزمالك نادي القيم والمبادئ والكرامه ما بيقعدش يتحايل على حد. وانا هعمل فلاش باك لمرتضى منصور وهو بيتوسل وبيتحايل على كارتيرون ان هو يستمر في نادي الزمالك، ويقول له عشان خاطر يا كارتيرون، كارتيرون يقول له لا، يهديك يطيعك يا كارتيرون، يقول له لا يا كارتيرون، طب اديني رقم الملك النادي بتاعك اللي انت وقعت اليه وانا اروح اتكلم معاه واتفاهم معاه انك تقعد معانا لاخر الموسم، يقول له لا. ولكن مرتضى منصور نسي هذه القضيه ونسي هذا الموضوع. الموضوع الثالث وهو حسين لبيب. قال حسين لبيب انت مين يالا، انت مين يالا، انت نسيت نفسك يالا، ده انت تسجيلاتك عندي وحياه امك ما هسيبك. قال كده لحسين لبيب، وحياه امك ما هسيبك. تخيل يا فندم رئيس نادي بيقول لرئيس نادي تاني وحياه امك ما هسيبك، وانا هعمل وهعمل وهعمل، وانت ايه يالا، ده انت كنت حته لاعب لا طلعت ولا نزلت. وانا هعمل فلاش باك برضه على خالد فطوطه اللي قام وهيج الدنيا وما قعدش لما الكابتن الخطيب بعت برقيه لحسين لبيب وكتب فيها السيد حسين لبيب، ووقتها خالد الغندور قعد يتنطط على الهوا ازاي وازاي كابتن الخطيب ما يكتبش كابتن حسين لبيب. وادي اهو حسين لبيب بيتشتم ليل نهار جهارا نهارا من مرتضى منصور، وخالد غندور بالع لسانه ما بيتكلمش نص كلمة. واتكلم كمان في موضوع ثالث وهو موضوع سالم الشمسي، وبيتوسل لسالم الشمسي ان المسؤولين عنده والقائمين على نادي بيراميدز ما يعني ما يتفاوضوش مع لاعبي نادي الزمالك، وبقول له انت اخويا وحبيبي، وكان قبل منك واحد اخويا وحبيبي ولسه ده معيد عليا النهارده، وراجل يعني كان في بينا وما بين بعض عيش وملح، وازاي الاداريين اللي عندك اللي هم اصلا اهلاويه من ضمنهم هاني سعيد اللي كان بيلعب في نادي الزمالك تحول بقى اهلاوي ازاي؟ الله اعلم. والمسؤولين اللي في نادي بيراميدز اللي دايما وابدا بيدخلوا في صفقات النادي الاهلي تحولوا وعملهم يعني مرتضى منصور ان هم اهلاويه، وبيقول له مش انا اللي ضربت لعيبتك فيه، مش لعيبتي اللي ضربت لعيبتك في الامارات، ده مش انا اللي حطوني مكان، يعني النادي الاهلي بيلقح على النادي الاهلي وعايز يعمل يعني وقيعه ما بين سالم الشمسي وما بين النادي الاهلي، وبيقول له النادي الاهلي يعني كان تالت الدوري وحطوه مكانك في الدوري، وان اللعيبه بتاعت النادي الاهلي هم اللي كانوا هيموتوا لعيبتك في الامارات، احنا علاقتنا بيننا وما بين بعض ودي وقام ووي وي وي وي، ناقص يقول له يعني في بيننا ما بين بعض علاقه نسب. مش هطول على حضراتكم اكتر من كده، ما تيجوا نطلع ونسمع ونشوف مرتضى منصور وفاصل من العزف المنفرد في قناه نادي الزمالك او على حسابه الشخصي على فيسبوك او على تويتر او على يوتيوب زي ما انت عايز تقول قول، لانه ليه بعض حسابات فبينزل عليه الفيديوهات دي. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف مرتضى منصور قال ايه، وتعالوا لي مره اخرى عشان نكمل الفيديو بتاعنا. بس ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي وتدعمنا بلايك وشير الفيديو، اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما فيش اي فيديو يفوتك على قناتنا وقناتكم قناه كل الاهلاويه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف مرتضى منصور وهو بيعيد على مصر، ونرجع نكمل كلامنا، يلا بينا. نقول حاجه مهمه الاول بعدين نتكلم في فات الدراسه. الحمد لله احنا قعدنا كل الوقت انه الانضباط ان الولد محمود عبد المنعم اللي شغلته كهرباء ما دفعش ولم يلتزم بحق الله عشان كان معاه الاجراء الصح، هو ده الصح بقى، مش جاب جول يبقى الخط الصح، لا هو ده الصح.
صح قوي. فراح جار اهو سمير بعت لي خلاص سلمى محمود بن شيكو ميه في النت دلوقتي الحكم الترجم وطلب درجة انضباط هيتم الحجز حاجة اسمها حجز مال المدينة ده هيتم الحجز على كهرباء خلاص على فلوسه اللي في النادي الاهلي وهنخطر البنك المركزي على اي جنيه ليه او لابوه او لامه او اخته واي عقار سواء بقى في المنيل او في عارفين دوت وعلى عربياته هو ده اللي بيعمله الصح في الوقت المناسب مجلس الاداره المحترم بياخد القرار المناسب واهم حاجه في القرارات انك تاخدها في الوقت المناسب هو الهلال بقى يقول لك فين وراح ما اشتكاش الراجل مجنون ده لسه والنبي لو عملت نوم ده على دماغك انت مجنون لو قعدت في المرتضى ده بقى مش رئيس النادي رئيس وزراء مالي برضه مجنون عشان انت عملته لن اخسره ف ما اشتكيش ليه؟ اشتكي ماشي عشان الواد يروح يحط الحساب فين؟ حسابه مقفول طب لما يحط الحساب ما يحصل ايه؟ يروح بس يحطه لسه قايل ثلاث اربع ايام الحمد لله قبل اجازه العيد ما تبدا ان الموضوع بس كان رافع دعوه على سيد وزير الماليه السيد رئيس مصالح الضرايب علينا ان 100 مليون جنيه اللي مطلوب عليهم بتوعه ما تجيبهمش لبنات زمالك مش بتوع المطار شرط ولا للضرايب القاضي جميل رفض قال له لا مش فلوس احنا بنضحك دي ما تفهمش لم الضرايب في لجنه اتشكلت عشان الضرايب اتفقنا هنبدا في المجمع وبالنسبه لمجموع عباس والله رفع ما رفعش او المحكمه اخذت حكم طلع انه ملوش حق. ده الجزء الاول. الموضوع الثاني تفاهم حسين لبيب. حسين كل مكالماتك معايا مسجله. ثاني كل مكالماتك معايا مسجله. حسين لبيب اسال الوزير مين اختارك تيجي في اللجنه. بقول لك اهو فدي جلال عارف مين اللي اختاره؟ انا اللي اخترتك يا حسين ما تتنططش عليا انا راجل عملت الاصول ايه بقى انت بتقول انا بكلمك ما تدخلش عليا انت مين يالا انت وحسب ما قلت كلكم مين؟ ولا حسين فوق انا قلت تاني جان معناها شقه اوضه مفروشه في العماره الانتخابات انا لما دعيتك تنزل انتخابات عشان اخلص من قرفك عشان اوري مصر كلها حاجه مش مثلا الحكمه مين يلا سليمان عروج جاسر على ممدوح عباس على هاني ايه دول شكري على الاشكال دي ما تتنيتوا 60 اللي كانت فاتت 12-0 لكن اذا انت اكرمت تقريبا اكرمت اللقيمه انت عامل بيان ان انا بقعد اجري وراك وعايز اكلمك وانت ما بتقدرش ترد عليا نعم هحطمك تاني ده انا هربيك انت ما تعرفنيش تاني انت ما تعرفنيش ده انت بتروح تعيط للفريق وتروح تعيط للوزير وتروح تعيط لدوب الارض النبي تمام المره دي لا سماح انت غلطت كل عيل غلط هيتحاسب استاذ محمود اي حد غلط يتحاسب خلاص ما عنديش كبار وصغيرين انت مش احسن من اي حد هنا كم ناصر يا من وراك نفس القصه وسليمان وعباس كله مش هتيجي هتشد ده ناجحه بتقول كده ان انا تقعد الى ادبكم ونيجي ناخد اجراء تروح تجري على الوزير والنبي يا سياده الوزير والنبي مش عارف امين والنبي دوله الحقينا لا احترم اللائحه يا كل اعضاء هنحترم بعدين الكارنيه اللي مش عاجبك هو ده الكارنيه اللي جابه لك حماده ده مظلم معاك كارنيه مفيش كارنيه رصاصي طلع يا حسين كارنيهات كلها بيضاء وما انطبعتش شوف مين اللي ضرب لك الكارنيه ده وعامل لك جريمه تزوير. اهو ادي الكارنيه يا حسين. اهو. ما عندناش كارنيه رصاصي. ما الموضوع ده؟ نجيب لك احنا مش قاعدين ملطشه؟ مش قاعدين فاشله؟ وبعدين انت مش كنت بتلعب كوره يد في زمان؟ قبطت ولا ما قبطتش؟ قبطت. احنا كمان دول مش المعلم الكبير بتاعك. مش كان مدرب؟ قبط ولا ما قبطش؟ قبط. احنا بقى بندفع من جيبنا ما بنقبطش. احمد سليمان قبض ولا ما قبضش؟ قبض. هاني شكري ادى الواد 400,000 جنيه خدوا 350 من النادي وحجز على النادي؟ خلصنا من دي؟ من الثلاثه؟
في ولد يقعد يخبط يقول لك ايه؟ وامام عاشور لما مشي، امام عاشور لما مشي عروس دماغ امام عاشور عشان يعرف فرجوا يا ابني امام عاشور الحقيقه على الوضع. انا بقول ما اسمعش صوت تاني، مش عروس دماغ اي لاعب عايز يمشي. بس انا ليه كلمه ايه ده اللي كنا هو حضرتك اللي انت بتعمله ده هدف انك تتصور جنب واحده بتصور في الزمالك، انك تتصور في نادي الزمالك، مش حد مشاك يا امام. انت فاكر يا بتدغدغ مشاعر الجماهير وانا بقول يا مامي بقى خلاص. ما بقولش يا ابني يا مامي عايز تيجي الزمالك، بقول والله انا عايز تيجي الزمالك الباب مفتوح. طارق حامد عايز يرجع الزمالك الباب مفتوح. مصطفى فتحي عايز يرجع الزمالك، ده احنا ما خدناش فلوس الولاد دلوقتي الباب مفتوح تمام. انما الشغل ده بقى شغل بلدي يعني. مفيش لاعب في نادي الزمالك طول ما انا موجود هتحايل عليه واقعد او يمشي. ده اللي كان بقى الكرامه الكبرياء والوطنيه اللي موجوده على الباب ده اول حاجه الكرامه النادي الكرامه. انما تمشيتوه ما مشيناش حد ما ديش شوف الصفا مش اسلام حتى اتحل عليه قال لي عايز امشي ما خدناش الفلوس قد بقى. امام عاشور هنا عيط وبكى وعيط وكل انا عيط وبقى في الاخر عايز يمشي مش هجيب حد مش هراجع حد الا اذا كان هو عايز يرجع. كرامه كرامه النادي ده اهم من النادي اللي بقى بيخبط ويتشنج كرامه النادي. امام عمل الادب والمكان بس مش انا اللي مشيت مصطفى فتحي مش انا اللي مشيت. يقول لك هو مصطفى فتحي مش هيرجع في التوقيت ده ليه بعذبه؟ انا مش فاهم انا بعذبه؟ عايز يرجع يرجع ما يجيش وحوط عنده 30 سنه مش هيكون اغلى من طارق حامد مش هيكون اغلى من ابو جابر مش لازم مش لازم كفايه بقى كفايه نفخ في المعركه. ولا انت عايز انت تشتمهم وتقطع فيهم وتقطع في المدير الفني ها؟ ولعيب الرجاله اللي متحملين هي اللي تشتم المعركه معاك واللي مشوا هم اللي انتوا عايزين تبصوا لهم يرجعوا. امام عاشور اهلا بيه وابو مراته زملكاوي والكوافير بتاع الاسره بتاعتي وابنه بيلعب هنا عايزين يتفضل. بس اي حد عايز يرجع يخلص نفسه بالنادي اللي هو شبك فيه. نادي دماغنا مش هقول تاني. اللي بيدير النادي مجلس اداره منتخب من جماعه وهي محترمه. اما بقى التحفيل بتاع النادي الاهلي النادي المحترمه مش هتعالى بتحفل عشان اسامه نبيه ويوسف اسامه نبيه والوالد التاني اقسم بالله العظيم لو الاثنين عايزين يروحوا الاهلي هاخد توك توك اوصله بيه الاهلي. انا بقى اجيب توك توك اللي هو مستوطع تمام؟ وانا الفيلم اللي اتعمل ده عشان يزودوا 4 مليون جنيه بيراميدز والاخر مره بيقول لك يا شيخ سالم يا صديقي العزيز يا محترم انت عارف علاقه دوله الامارات ايه؟ عندكم كان وليع دلوقتي حاكم البلد شخصيه محترمه انت عندك صور لما بيقول عندك الاستاذ عبد الله اللي بيدعي لي دايما انا واسرتي راجل بيشتغل في الامن عنده حاجه كبيره محترمه وعندك الحفور انا عملت في الامارات محترمه مش ممكن نسيب ثلاث اربع عيال شغالين على لعبه زمان انت يا ابني كده وانا اللي ضربت معاك ازاي بس انا فكرتك هو انا اللي ضربت لعيبتك وجبتهم في بلدك والنادي المنافس اللي انت جايب كل الطاقم اللي عندك ماسك الكوره والنادي اهلاوي عمرو منجوع وهاني هو انا اللي طالع الثاني ورموني خدوا النادي الثاني الثالث مكانك في البطوله الافريقيه مش انا شخصيا مش انا ابعد الولاد اللي عندك على عين الزمالك مصطفى فتحي بيلعب عند سياده الدوله ما ينفعش النادي بتاعه ما ينفعش فلوس خالص شخصيا مش ممكن كل لعيبه الزمالك بيحلم حلم مجرد انه جه في حلم كده سواء بقى عزيمه ما تعرفش الاحلام دي احيانا بتبقى حقيقه ولا لا يجروا عليه عزيمه ده ما يصحش ده ما يصحش وخلي علاقتنا بحضرتك وبالشعب الامارات ودوله الامارات المحترمه زي ايه؟ ليه من قال لي؟ دي كلمه شيخ سالم ده احنا جينا نلم الماتش وخدنا موافقه الامن والجيش الدفاع الجوي عشان ما كانش في ملعب بقى وانت اللي قلت لي موافق تاني قلت لا يا شيخ سالم هو اسكت الاحترام متبادل العلاقات دايما متبادله واحنا بنعملين نقدم ايدينا اليمين ورجلنا الشمال واليمين والشمال وعندك العيال بتبوظ العلاقات الزمالك ده بس النادي مصر
ويرمز ده مالكه رجل مراتي محترم استسلام الشمسي، وكان قبل كده مالكه اخويا وصاحبي الحميد اللي لسه بعيد عليا، اخويا المستشار قلت الشيخ المحترم. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ وفي ايه؟ لمومه يا شيخ سالم عشان الكرفان الاهلي. اما انت حسين يا نبيع انت انا بكلمك انت انت سياد اهو انت بقى اهو شفت انت ايه بكلمك وانت ما بتردش عليا. لو راجل على النادي مش انزل الخلاف ده، لو انت راجل على النادي بس بعد التحقيق الباب مفتوح لك تحقق فيه، والله طلعت بريء، طلع بريء خلاص صح زي اصل التحقيق، ما طلعش بريء بعد ما تاخد اجراءات في اللائحه. هنمسك موضوع كهرباء الاول. في البدايه ما ينفعش يا مرتضى ان انت تقول ان انا هعجز على اموال اخوه واموال ابوه واموال امه، لان الاموال دي ملهاش علاقه بكهرباء. وبالمناسبه الغرامه بتاعه كهرباء جاهزه للدفع في اي حساب بنكي، سواء مثلا في الحساب المحجوز، في الحساب اللي عمله لك اتحاد الكوره، في اي حساب انت عايز النادي الاهلي يدفع لك فيه او الكهرباء يدفع لك فيه هيدفع لك فيه الفلوس. اما بخصوص حسين لبيب، فحسين لبيب بتاع السوقة والعماء ما فتحش بقه يعني للتهزيء اللي بتهزقه من مرتضى منصور بشكل يومي. يعني بقى ايه تاني يا حسين يا لبيب عشان تطلع ترد على مرتضى؟ يعني مرتضى طبعا هو بيعمل بيانات من اللي ايه؟ من اللي هي حيثما وكيفما والحاجات اللي هي ايه بالنحو دي عارفينها؟ فاكرين لما جماهير نادي الاهلي هاجت عليه وادت له من هناء خيار، راح طلع عمل بيان السوقة والعماء ومش عارف ايه؟ رايك في السوق والعماء بقى يا عم لبيب؟ ولكن انتوا شيلوا شيلتكم وكلوا بعض ملناش علاقه. اما بخصوص حسام امام عاشور، امام عاشور طلع واعتذر مع رامز جلال ليه؟ كابتن خطيب ليه؟ جماهير النادي الاهلي ليه؟ مسؤول النادي الاهلي ليه؟ وليد سليمان. واحنا قبلنا هذا الاعتذار، ولكن شريحة كبيرة من جماهير النادي الاهلي من ضمنها انا رافضين تواجد امام عاشور بالمرة في النادي الاهلي. مسؤول النادي الاهلي بيقولوا ايه بقى؟ بيقولوا ان مدام ده مش ابن من ابناء النادي الاهلي وغلط في النادي الاهلي واعتذر ممكن نسامحه، لكن لو من ابن من ابناء النادي الاهلي وغلط في رموز النادي الاهلي ده ما ينفعش نسامحه فيها، زي الامر اللي حصل مع مصطفى يونس واخرين. لكن انا من وجهة نظري انا عن نفسي مش عايز امام عاشور حتى لو كان ميسي او رونالدو. دي الحاجة التانية. الحاجة التالتة وموضوع سالم الشمسي، انت عايز تعمل علاقات مع سالم الشمسي ما تعملهاش على قفا النادي الاهلي، ما تعملهاش على حسابنا. ليه بقى؟ اقول لك، لانك انت علاقتك كانت مع تركي الشيخ كانت علاقة جيدة وعلاقة فيها فلوس وجروس وساسي وبن شرقي وجاب لكم حاجات لنادي الزمالك، كل هذا الامر ملناش علاقه بيه. ولكن كونك ان انت عايز تضرب العلاقات بيننا ما بين بيراميدز، احنا اولا ما فيش بيننا ما بين بعض اي علاقات بيننا ما بين بيراميدز، يعني الكلام اللي انت هتقوله ده لا هيودي ولا هيجيب ولا هيزيد ولا هيقلل من علاقتنا بيهم، احنا كل واحد في حاله ملناش علاقه بهذا الامر. ولكن انت شويه شويه راجل هتبوس على ايده تقول له عشان خاطري ما تخليش حد من عندك يفوض اللعيبه بتاعتنا. اولا اللعيبه بتاعتكم دي عقدها انتهى مع نادي الزمالك، وفي المده القانونيه قبل 6 شهور يحق لاي نادي انه يتفاوض مع اللعيبه بتاعتك من ضمنها النادي الاهلي. ولكن انت لما شفت رمضان صبحي راح النادي الاهلي كان احترافه كان جميل وكان على قلبك زي العسل، كنت طالع الصبيان بتوعك يقولوا الكلام ده هو في قناه نادي الزمالك، ولكن مع الامر لما يخص نادي الزمالك تقول بقى لا عيب واحنا اخوات واحنا اصحاب واحنا 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 واحنا. اللعيبه بتاعتك بتاخد مليون عندك، هناك بياخدوا هياخدوا بالخمسه والعشره والخمستاشر والعشرين مليون، ده رزق وجاي لهم. ولكن مرتضى منصور زي ما قلت لكم في البدايه حب ما يعيدش لوحده وحب ان هو يعيد على جماهير مصر، وعمل الفيديو القصير النكير ده، وده كان تعليقنا على الفيديو. طبعا الفيديو ده مش هيوصل باشعار لحد لانه تالت او رابع فيديو بينزل، فحضرتك ممكن تلاقيه على الرئيسيه، ممكن ما يوصلش اشعار بيه، ممكن تلاقيه يعني وانت كده بتتصفح. فاحنا بنطلب من حضراتكم علشان الفيديو يرتقي وعلشان الفيديو يترقى تعملوا لنا لايك وشير الفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس لو لسه ما اشتركتوش في القناه. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معكم اخوكم هاني الشرقاوي، كل سنه وانتم طيبين والسلام عليكم.